الآن لنتذكر معا مبرهنت تاس، ثلاث مستقيمات متوازية، قواطع أو قاطعان فقط. القاطع الأول يقطع المستقيمات المتوازية في A و B و C. القاطع الثاني يقطع المستقيمات المتوازية في A1 B1 C1. من يذكرني بنص مبرهن تالس؟ محمد؟ تفضل يا محمد. ما هو نص مبرهن تالس يا محمد؟ أنت تالس ولا تالس في المثلث؟ لا، تالس. أنت تالس هي المستقيمات المستقيمات المتوازية، تحدد على أي قاطع لها قطعة متقابلة أطوالها متناسبة. نعم، أحسنت يا محمد، بارك الله بك. إذا المستقيمات المتوازية تحدد على أي قاطعين لها قطعة متقابلة أطوالها متناسبة. الآن لو انتقلنا من تالس إلى تالس في المثلث، فلو اقترب المستقيمان القاطعان من بعضهما وكانت الضلع سي سي واحد هي الضلع الثالثة، إذا طبعا التوازي موجود. إذا أصبح الشكل A B B1 A C C1، هل أستطيع الانتقال من تالس إلى تالس في المثلث بهذا الشكل؟ نعم أستطيع، لأنه لدي أصبح لدي في الشكل الجديد مستقيمات متوازية وقواطع أيضا، وطالما أنه مستقيمات متوازية وقواطع، إذا أستطيع تطبيق تالس في المثلث A C C1. كيف سأطبق تالس في المثلث؟ إذن لنشاهد معا. A B B1 A C C1، طبعا هنا اعتمدنا أو خلينا نعتبر أنه B B1 هو المستقيم، C C1 هي المستقيم الثاني، هذول المستقيمين متوازيين. القواطع هي A B C، القاطع الثاني A B1 C1. كيف سأكتب النسب؟ من ستساعدني عفوا، من ستساعدني في كتابة النسب؟ يلا يا هناء، تفضلي يا هناء. هناء NCAB NCAB على BC، على BC. إذا نسبنا AB على BC، إذا نسبنا AB على BC، ما هي النسب المقابلة يا هناء؟ NCAB1 على B1C1. أحسنت يا هنا، A B1 على B1 C1. إذا هذا أول شكل من أشكال التناسبات، إذا أستطيع نسب A B على B C، هذه النسبة الأولى تساوي A B1 على B1 C1 وهي النسبة الثانية. الآن أريد شكل آخر للتناسب، أريد شكل آخر للتناسب. شكرا لك يا هنا، شكرا لمشاركتك، بارك الله بك. سلام، تفضلي يا سلام. سأكتب يا سلام على A B1 طيب هلأ كتبت رفيقتنا تمام، هلأ كتبت رفيقتنا أنه A B على A B1 يساوي B C على B1 C1. طيب خلينا بس نشوف، إذا النسبة الثانية أو الأولى عفوا اللي قالتها هنا A B على B C، A B1 على B1 C1، تمام. طيب رح ننتقل هلأ، ممكن ناخد يا سلام، سلام ممكن ناخد ايه انا سمعك انا. طيب ممكن ناخد A B على A C، انا رح بلش لك فيها يعني، ممكن اخد A B على A C. اذا بدأنا النسبة الاولى وكانت A B على A C، ما هي النسبة الثانية المقابلة لها؟ الصوت غير واضح يا سلام، ما هي النسبة المقابلة لها؟ A B واحد على A C واحد. تمام أحسنتي يا سلام، شكرا لمشاركتك، أحسنتي بارك الله بك. إذا يمكن أيضا أخذ نسبة أخرى A B على A C يقابلها على الطرف الثاني A B واحد على A C واحد. الآن أريد نسبة ثانية، من سيشاركنا بنسبة جديدة؟ أعطي الصورة مو واضحة، مو بين الصورة واضحة بس بيكون عندك ضعف نت. ريم تفضلي يا ريم، أعطيني نسبة يا ريم. A B A B واحد، مين المقابل لها؟ طيب هلأ أخذنا بالطرف الأول A B على A B واحد، والطرف الثاني A B على A B واحد. طيب
كيف بدي كمل التناسب؟ AB AC AC واحد على AC واحد. طيب كم عم بتصير AC على AC واحد؟ طيب أنا أخذت إنه بدي أخذ BC، أخذت BC على B واحد C واحد، ما بيصير يا ريم؟ بيصير أنسي. تمام بيصير. إذا ممكن BC على AC على B واحد. تمام أحسنتي يا ريم، أحسنتي بارك الله بك. إذن AB على AB واحد، BC على B واحد C واحد. طبعا يمكن لأخذ العديد من التناسبات، لكن انتبه طلابنا الأعزاء أن تكون القطع متقابلة، أن تكون القطع متقابلة. طبعا التقابل إما تقابل يعني مقابل بعضهم أو تجاور، يعني مثل هلا عنا AB على BC فهن متجاورتين فبشكل نسبة مع بعضهم، أو بقول AB على AB واحد كمان بشكل نسبة مع بعضهم. فبنتبه أنا لترتيب القطع، لترتيب القطع مو بشكل عشوائي أبداً.